أهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإخبارية، نتناول فيها آخر التطورات في الشأن الأمريكي، ونتحدث عن التوتر بين واشنطن وبكين من زاوية حرب المعلومات بين الجانبين، كما نتطرق أيضا إلى أزمة الإغلاق الحكومي في ظل الخلاف على اعتماد الميزانية الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين، كما نتناول في هذه الساعة ظاهرة تزايد حالات الانتحار بين أفراد الجيش الأمريكي خلال السنوات الأخيرة. إذن اتهمت الولايات المتحدة الصين بإنفاق مليارات الدولارات من أجل التضليل الإعلامي في العالم، ونفت الصين مزاعم الولايات المتحدة موضحة أن واشنطن تعمل على تشويه سياسات بكين الداخلية والخارجية. انتقلت الولايات المتحدة والصين إلى مرحلة جديدة من مراحل الصراع العالمي يتم الاعتماد فيها على التضليل الإعلامي والمعلوماتي بين أكبر قوتين عظميين في العالم. واشنطن اتهمت بكين بإنفاق مليارات الدولارات من أجل التضليل الإعلامي في العالم في إطار محاولات الدعاية التي تقوم بها بكين من حرب المعلومات العالمية غير المعلنة. تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية زعم أن الصين تستخدم الخداع المعلوماتي من أجل التأثير على الجماهير الأجنبية على مستوى العالم بهدف إخضاع الدول لبكين. التقرير أشار إلى أن هناك مخاوف أمريكية من المنافسة الصينية في معركة الأفكار والمعلومات المضللة على مستوى العالم. جيمس روبن أحد المسؤولين في الخارجية الأمريكية أوضح أن الصين تسعى إلى الهيمنة العالمية على المعلومات من أجل تحقيق طموحها، لكنه شدد في الوقت ذاته أن كل من واشنطن وبكين تشنان حرب معلومات غير معلنة على حد وصفه. الصين وصفت التقرير بأنه مكتوب بعقلية الحرب الباردة، كما أن التقرير مجرد أداة أخرى لإبقاء بكين في الأسفل ودعم الهيمنة الأمريكية، ويعمل على تشويه سياسات الصين الداخلية والخارجية. التقرير يشير أيضا إلى أن الجهود الصينية ترتكز بشكل خاص على آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التأثير على القرارات الاقتصادية والأمنية في تلك الدول لصالحها، إلا أنها واجهت انتكاسات في البلدان الديمقراطية بسبب مقاومة وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني. ويتضمن نهج الصين في التعامل مع المعلومات حسب ما أوضح التقرير الاستفادة من الدعاية واستغلال المنظمات الدولية والشركات الثنائية وممارسة السيطرة على وسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية. كما تسعى بكين إلى الاستحواذ على حصص في وسائل الإعلام الأجنبية ورعاية المؤثرين عبر الإنترنت، وتعمل على استمالة الأصوات البارزة في بيئة المعلومات الدولية مثل النخب السياسية الأجنبية والصحفيين. تقرير وزارة الخارجية يأتي وسط تنافس متزايد بين بكين وواشنطن حول العديد من الملفات الأساسية، بدءا من الوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي إلى إنتاج أشباه الموصلات، في ظل حديث عن اتخاذ الولايات المتحدة والصين خطوة جديدة في حربهما المسمى بحروب الجيل الخامس، والتي تعتمد على التضليل المعلوماتي واحتلال العقول. ينضم إلينا للمزيد من بيروت الأستاذ هشام الناطور الخبير في أمن المعلومات. أهلا بك ومرحبا معنا أستاذ هشام. هل يمكن وصف حرب المعلومات كصفة بمرحلة جديدة بالحروب الدائرة غير المعلنة بين واشنطن وبكين؟ مساء الخير عزيزتي. أكيد الحرب بين واشنطن وبكين بآخر فترة اشتدت أكثر بعد إعلان الصين عن هاتفها هواوي مؤخرا، واللي بيتميز بتقنيات عالية الدقة مثل معالج كارن اللي بتتمتع فيه هاي الهواتف، اللي هو عبارة عن معالج كارن 9000 اللي هو بعقدة المعالج 7 نانومتر، يلي خلى واشنطن يعني تسلط الضوء أكثر وتشدد الحصار أكثر، لأنه واشنطن حط على عقوبات على الصين بعدم استيراد أي شيء بيخليها تصنع المعالجات اللي تحت 14 نانومتر، فخليها تتهم بكين بالتجسس وتسريب أشباه المعالجات والمعالجات والمواد الأولية اللي بتصنع منها هاي المعالجات والموصلات إلى
انه تتجسس منها على من 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 الولايات المتحده الامريكيه، او حتى تم بشيء من الاشياء انه اتهام موظفين بشركات امريكيه الى تسريب الملفات وتسريب المواد الاوليه الى الصين. فهذا الشيء اللي خلى الحرب تزداد وتشتد بين واشنطن وبكين. بالطبع هناك حرب دائرة ومعلنة بين بكين وواشنطن فيما تسمى حرب المعلومات، ولكن لماذا تتهم واشنطن بكين بأنها تسعى لإنفاق المليارات الدولارات وتسعى للتضليل، في حين أن الحرب بالفعل قائمة وأيضا الولايات المتحدة من خلال عدد من جهودها تسعى للمضي قدما مع الصين في هذه الحرب؟ نعم، بالطبع كل ما اشتد الخناق من الولايات المتحدة الأمريكية على الصين، الصين بالنهاية بدها تبين للمجتمع الدولي وللأقطاب الأخرى بأنه هي بموقع أنه المظلوم والولايات المتحدة اللي عم بتشد الخناق عليها. وما بدنا ننسى كمان موقع جنوب الصين اللي هي تايوان، اللي هي في عليها خلاف كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وشفنا المناكفات السياسية اللي صارت مؤخرا بين زيارة إحدى السياسيين إلى قبل عفوا مؤخرا قبل ما يصير قصة المنطاد اللي صار فوق الولايات المتحدة الأمريكية، كان في زيارة لمسؤول بالاستخبارات الأمريكية إلى الصين، ومن بعد ما تم إسقاط هذا المنطاد تم إلغاء الزيارة. فالطبيعي انه يصير في شن حروب على الاعلام ودفع الاموال لحتى تتضلل المعلومات وشن الحملات الاعلاميه من الطرفين. ما هي برايك دلائل الولايات المتحده في اتهامها للصين، وكيف يمكن ان تستقبل الصين هذه الاتهامات؟ دلائل الولايات المتحده الامريكيه انه اول شيء انه كيف توصلت الصين لصناعه هاي اشباه الموصلات، وهي عاملة عند وحاطة عقوبات وحاطة يعني مانعة أنه الصين تقدر تستورد وتأخذ هاي المواد الأولية لحتى تصنع هاي أشباه الموصلات. هاي الحجة الوحيدة اللي عند الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. والصين يعني الصين حجتها أنه هي عندها ما يلزم الابتكار والتطور بهذا المجال، وأنه كل ما كان الخناق ضيق عليها هي رح تجرب تبتكر لحالها ما يؤدي إلى الخروج من هاي الأزمة. فهذا اللي عم بيصير مؤخرا. طيب أستاذ هشام، ما هي حقيقة خطورة ما تقوم به الصين من وجهة نظر الولايات المتحدة على مصالح الولايات المتحدة خارجيا وداخليا، وكذلك مصالح الصين بما يصب بالطبع في مصالحها خارجيا وداخليا؟ كيف ينظر لكل الأمر من بعيد؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية عندها هدفين. أول هدف هي كل هدفها أنه تريد أن تكون دائما في الصدارة في جميع المجالات، وأهم التكنولوجيا والتطور. وتاني وأهم هدف عندها هي أنه دائما تتهم الصين باستهداف الأمن القومي الأمريكي وحماية الأمن القومي والأمن المواطن الأمريكي والشعب الأمريكي. فهي دائما بتحارب بكين والحكومة الصينية من هاي الناحيتين. فهي دائما عندها أولويتين، عندها أنه دائما بدها تكون بالصدارة وما حدا يقدر يتقدم عليها من أي ناحية من المجالات، وتاني موضوع عندها هي الأمن القومي الأمريكي، وأنه أي شيء الصين بتعمله فهو عم يستهدف الأمن القومي الأمريكي والمواطن الأمريكي. كيف ترى جهود الولايات المتحدة أستاذ هشام فيما يتحدث أو في مواجهة هذه الجهود الصينية وحرب المعلومات الصينية كما تنظر إليها الولايات المتحدة؟ إلى أين وصلت هذه الجهود في مواجهة هذا الأمر؟ صراحة يعني بوجهة نظري ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مبالغ فيه، يعني لا يمكن الحصر يعني الصين نحن نرى وشفنا بآخر فترات التقدم التي وصلت له الصين، يعني مش بحاجة إنه أمريكا تمنع عنها تصدير أو تحط عليها عقوبات لحتى تمنعها من تصنيع، وهي صنعت بالنهاية، يعني عاجلا أم آجلا هي صنعت هواتف ذكية بتقنية الجيل الخامس، وشفنا ردود الفعل عن التصنيعات اللي عملتها شركة هواوي، واللي هي أساسا شركة هواوي بعد ما أعلنت رسميا ولا عملت مؤتمر صحفي لحتى بس عم بتجس النبض لردود الفعل على هالتصنيعات.
وبعدها ولهلا هذه كلها ردود فعل يعني. وبعد ما اعلنت رسميا لا بمؤتمر صحفي ولا اعلنت رسميا عن شيء، فيعني الصين قادره انه هي تصنع وتتطور لحالها، ومش بحاجه هاي الـ هال هال هالحصار وهالعقوبات كلها. يعني من الممكن ان تتوصل الصين لهالتطور كله بدون ان تكون هالمبالغه والتضخيم الاعلامي والتضخيم الحرب لنقول او الحرب الاقتصاديه، لانه بالنهايه اللي عم يتاثر لا الصين ولا امريكا، اللي عم يتاثر هي المستخدمين، واللي عم يتاثر هو الشعوب الاخرى والدول الاخرى. ماذا اذا لم يتوقف ذلك الامر فيما يخص الحرب المعلوماتيه من الصين على ليس فقط الولايات المتحدة وعلى العالم أجمع؟ هل يمكن الحديث عن إعادة جهود الصين بتشكيل مشهد جديد للمعلومات العالمية؟ صراحة أنا بشوفها أنه هذا الشيء إذا استمر بهالشكل رح يؤدي إلى تنافس أكبر، رح يؤدي إلى اقتصادات أكبر، والصين رح تؤدي إلى شرخ كبير بعالم التكنولوجيا والتطور، ورح يؤدي إلى وجود يعني نحن كل شيء بنستعمله متمركز على لنقول شركتين كبيرتين بعالم التكنولوجيا. يمكن الصين تتجه إلى فرض أسلوب جديد بالتعامل مع أسلوب التكنولوجيا وعالم الـ الأجهزة المحمولة، فهذا الشيء ممكن يؤدي إلى اقتصادات جديدة وأضعاف الشركات الأمريكية. فيجب أن يكون في هناك حد لهذا الموضوع، والعمل على يعني المنافسة أكثر من أنه يكون في عقوبات وروادع على هذا الموضوع. هل ستتوقف جهود الولايات المتحدة كما قلت أستاذ هشام على العقوبات، التحذير، التهديد والاتهام، أم سنشهد خطوة جديدة ومرحلة جديدة حول ما يسمى بحرب المعلومات بين البلدين؟ صراحة لا أعتقد بأنه ستكون هناك حربا فعلية، لأنه الحرب الفعلية ستكلف أكثر من هالحروب يعني. بس أعتقد بأنه ستكون مجرد حرب، لأنه تختلف تعاطي الإدارة الأمريكية نعم. بين إدارة يعني للحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. نعم فإذا كنا بدنا نشوف الموضوع من الإدارة اللي كانت فيها إدارة الرئيس ترامب، كانت تختلف طريقة التعاطي يعني، حتى بحدية التعاطي مع إدارة الصين وحكومة الصين كانت الحدية موجودة، ولكن في هناك نوع من الأخذ والعطاء معها. ولكن إدارة بايدن برأيي طريقة نعم الحدية أستاذ هشام، قوية جدا. أعتذر عن المقاطعة أستاذ هشام الناطور خبير أن المعلومات من بيروت، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى مؤتمر الصحفي لرئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي حول اقتراب إغلاق الحكومة الأمريكية. أولها وعدد الأسابيع اللي وضع كثير من مشاريع القوانين، قلت لكم لا تيأسوا من ذلك، لأن الشعب الأمريكي لا ييأس. لقد مررنا مشروعات قوانين بشأن الأمن الداخلي. التساؤل الأكبر، لا أتفهم لماذا الديمقراطيين صوتوا ضد الحكومة، ونحن هنا لدينا كثير من مشاريع القانون، هناك حوالي 12 مشروعا للقانون، وأيضا هناك مناقشات بشأن الإنفاق في كل عام. الآن لدينا مررنا حوالي 70% من مشروعات القوانين الخاصة بالإنفاق. أود أن أذكركم كم حجم الصعوبات وكم حجم المشروعات القوانين التي مررها مجلس الشيوخ، فهو صفر. لقد فعلنا كما ذكر الجميع وتخطينا كافة المستحيلات وقمنا بتغيير الكثير، وقمنا بتحقيق ذلك من خلال الالتزام بتعهداتنا لاستعادة النظام العام. في يونيو ويوليو قمنا بفتح التعديلات لمدة شهر، وأيضا كان هناك كثير من الصراعات مع كثير من الأعضاء، ولكننا لم نيأس. 400 تعديل وقعوا في ذلك الأسبوع. أيضا للتاريخيين، أيضا هناك كثير من الأغلبية التي تؤكد على أهمية تمرير مشروعات القوانين.
ولكن من خلال حياتي المهنية السياسية الحكومة لم تتمكن أن تفعل ما حققته الأمس بدون تلك الجهود. وأيضا من أجل استعادة النظام العام نحن في حاجة إلى كثير من الإجراءات القوية للانتهاء من كافة الأعمال وللضمان دفع رواتب القوات المسلحة الأمريكية واستكمال الأعمال اللازمة. أود أن أؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية هو تناول الفشل التاريخي لإدارة بايدن في الحدود وإدارة الحدود وحماية الحدود الجنوبية. هذا ما تراقبه الإدارة الأمريكية خلال 5 أيام. سوف تكون هناك حوالي أكثر من 50,000 عملية محاولة لاختراق الحدود الجنوبية. أيضا أصبح العدد مضاعفا مقارنة بالأشهر الماضية، وهذا ما فشلت فيها الإدارة الأمريكية. لماذا نؤكد على هذه السياسة؟ لماذا نعاني من هذه الأمور؟ يمكن أن نستمع إلى قادة الديمقراطيين، ولكن برغم الفوضى فإن الرئيس لا زال عليه أن يؤكد أهمية حماية الحدود. وأيضا يمكن أن نرى كيف أن هذا له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي. لقد كان هناك مرة واحدة على مدار 50 عاما كان لديه كثير من اللقاءات للعشاء الرسمي أكثر من ذهابه للحدود الجنوبية. يمكن أن تفكروا في هذه الأمور، كيف يمكن أن يقضي شخصا 50 عاما في الحياة السياسية بدون الذهاب إلى الحدود الجنوبية إلا مرة واحدة؟ كان على بعد 200 أقل من 200 ميل من الحدود، حتى لم يتوقف حتى ل7 ثواني لالتقاط صورة هناك. أمرا لا يمكن أن نصدقه. الرئيس بايدن يترك هذه الأزمة بشكل متعمد ويتجاهلها دائما. بايدن إذا ما زار الحدود، لماذا لا نستمع إلى قادة الديمقراطيين الذين تم انتخابهم في بلادنا؟ حاكم نيويورك يؤكد أن هذه السياسات يمكن أن تدمر مدينة نيويورك. حاكم نيويورك يؤكد أن المهاجرين غير شرعيين لابد أن يدفعوا إلى أماكن أخرى. هناك حاجة إلى حالة الطوارئ، ربما تكون هناك كثير من الفوضى. لابد من تناول هذه الموضوعات الخاصة بالتصريحات والضرائب التي تجاهلها لها الرئيس بايدن، وهذه إحدى الأسس التي يتناولها الحزب الجمهوري. لماذا رئيس بايدن يتجاهل الحدود ويتجاهل قيادة الحزب الديمقراطي؟ ولهذا السبب أضع أمامكم عددا من الإجراءات لتمويل الحكومة لتعزيز أمن الحدود. لا يمكن أن يتجاهل رئيس دولة مشكلة الحدود، وهو أمرا من شأنه أن يدمر عددا من المدن ويضع حالة الدولة في حالة طوارئ. كل عضو لابد أن يتذكر هذا الأمر. هل لديهم الإرادة لحماية الحدود أو أنهم سوف يقفون بجانب الرئيس بايدن في أمر فتح الحدود؟ لابد أن تكون هناك كثير من الإجراءات الحاسمة. وكحيث أن الديمقراطيين يعملون على تعزيز لائحة الاتهامات، الأمس سمعنا من شهود عيان أنه لا يوجد أي دلالات أو براهين دامغة لهذه لائحة الاتهامات. أعتقد أن مجلس النواب تخطى الحافة الخاصة بمتطلبات وشروط لائحة الاتهامات بشأن جو بايدن. وأيضا من أحد الولايات وفقا للتحقيقات، عندما أنظر إلى كثير من اللقاءات، لماذا أن أعضاء من أسرة بايدن يغلقون بعض الأعمال بينما يتلقون الكثير من الملايين الدولارات لكياناتهم؟ الجمهوريين كانوا يحاولون إفشاء وفضح الفساد بناء على الحقائق الموجودة. مرة أخرى لابد أن نتذكر، حيث أن الرئيس يرشح نفسه لفترة جديدة، ولابد أن نضع في الحسبان ما فعله ابنه. نعلم أن هناك الكثير من الأكاذيب
قد كان هناك لقاءات والاستفادة من هذه اللقاءات الرسمية والحصول على ملايين الدولارات من الأوليغار الروسي. أيضا كان هناك إعلانا بدعم بهانتر بايدن وأيضا قطاع الأعمال. الشعب الأمريكي يستحق أن يعلم الحقيقة على طبيعتها. هذه ليس لائحة التهمات، وهذا يعتبر تمكين لمجلس النواب أن يحصل على الحقائق وإجابة التساؤلات لدى الشعب الأمريكي. وبهذا أود أن أنتقل إلى رئيس الجلسة السيد مارك جرين. أود أن أتقدم بتعازينا إلى العائلات على خسارتهم وأيضا للزوجات. السيد مكارثي، شكرا جزيلا لكم لقيادتكم هذا الحديث، وشكرا لكل ما بذلتموه من جهد لتأكيد أهمية أمن الحدود وحماية الحدود. لقد ذهبنا إلى الحدود وزرنا بعض المناطق الحدودية في الأسبوع الماضي. في مدينة إيجل باس كل جندي في دورية حدود كان يجري عمليات في مواجهة موجات هجرة وموجات اختراق للحدود هائلة. الحدود غير آمنة، هذه مأساة ما يحدث على الحدود، وأنا أقدر تماما السيد المتحدث الذي أضاء لنا بعض اللمحات بشأن أهمية أمن الحدود وبشأن الأزمة التي نعانيها. أود أن أقضي معكم بعض الوقت لألقي لكم أنه بالأمس مررنا بعدد من المناطق الحدودية وأيضا بعض المناطق التي بها الجمهوريين والديمقراطيين. كنا نتحدث ونتناول بعض الموضوعات بشأن حاكم الولاية، وتناولنا بعض الموضوعات بالتأثير على التكلفة والأسعار في نيويورك وماساتشوستس. وأيضا خلال اللجنة هناك أزمة إنسانية على الحدود، وجماعات الإجرامية تسيطر على الحدود في حقيقة الأمر. الرئيس بايدن والداعمين له لم يفعلوا أي شيء، ولهذا يمكن أن نلقي الضوء على هذا الأمر ونضع له أهمية كبيرة. هناك تأثير على الاستثمار. إذا ما كنتم تنفذ CR على مدار 30 يوما بحجم معين من التمويل، وأيضا أيا كانت الإجراءات، فإن لا يمكن أن نقول أن هذا هو مشروع القارورة الأقوى الخاص بحماية الحدود الذي يتطلب إنفاق ملايين الدولارات التي تحافظ على آلاف من أرواح المواطنين وحياتهم. وأقدر كل ما ذكره السيد رئيس الجلسة، وأود أن أقول بعد ذلك سوف يتحدث إلينا مانكن داكرز. شكرا جزيلا سيد المتحدث. زملائي، أنا اسمي مانيكا داكلريز، أنا لي شرف أن أمثل ولاية تكساس من جرين فالي وهنا في مجلس النواب. السيد جو بايدن وسياساته غير الحكيمة تركت حدود. إذن تابعنا جانبا من كلمة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي الذي أكد أن هناك 12 مشروع قانون بشأن الإنفاق في الولايات المتحدة. كما أوضح ماكارثي التزام بلاده بتعهداتها لاستعادة النظام العام بالولايات المتحدة، وموضحا أن هناك أكثر من 50,000 محاولة لاختراق الحدود الجنوبية الأمريكية. كما أضاف أنه على بايدن التأكيد على أهمية حماية الحدود الأمريكية. من واشنطن نتحول الآن إلى العاصمة الروسية موسكو لمتابعة كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية. أيضا الشؤون الإنسانية أشير إلى أنه نظرة إلى الشؤون الدولية لدى روسيا وأمريكا اللاتينية تقليديا هناك العديد من الأمور المشتركة. أمريكا اللاتينية كانت دائما تسعى للاستقلال ونظرة المحايدة
تاريخ هذه القارة مليء بالعديد من الأمثلة كمقارعة الاستعمار. بان بوليفر الذي أصبح رمز الحرية ليس فقط لأمريكا اللاتينية بل لجميع العالم للبشرية قاطبة. وهكذا الأمر كان في النصف الثاني من القرن الماضي، حيث كان هناك العديد من المناضلين من أجل العدالة الإنسانية كالسيفادور اليينتي وأرنستو تشي غيفارا وفيديل كاسترو. يجب أن أقول هنا أن هذا التصفيق في مكانه كما يقال، هذا التصفيق يشير إلى دور أولئك الناس الذين قمت بتسميتهم. أتذكر لقائي مع فيديل كاسترو، كان هناك العديد من اللقاءات بيني وبينه، كان ذلك أمرا عظيما. إنه إنسانا كان يفكر بالبشر في كل ثانية، ليس فقط عن كوبيين بل كان يفكر عن كل أمريكا اللاتينية، بكل الناس في الكوكب. وبالفعل كل وعيه كان مليئا برعاية الجميع برعاية العدالة، كان شخصية فريدة من نوعها كمثال هؤلاء تلد أمريكا اللاتينية. لن أبالغ في حال قلت أن أمريكا اللاتينية الآن تنجح في تشكيل تشارك في تشكيل على متعدد الأقطاب متأسسة على العدالة وتكافؤ الحقوق والمصالح المشروعة للجميع. في هذه الهيكلية العالمية الجديدة دول أمريكا اللاتينية وبقدراتها الكبيرة البشرية وفي الموارد وقدرتها على تنفيذ سياسة خارجية مستقلة ستلعب دورا هاما في العالم، لا شك في ذلك. وروسيا ترغب في أن تكون دول أمريكا اللاتينية أن تتعزز بالتنمية وتعزز وضعها في السياسة والاقتصاد العالميين. نحن كنا نقف ونقف ما زلنا أن تكون أمريكا اللاتينية في تعدديتها أن تكون قوية ومستقلة وناجحة، وبهذه الأهداف مستعدون لإقامة المصالح إن كان على المستوى الثنائي والعمل جنبا إلى جنب مع التجمعات واتحادات أمريكا اللاتينية كمجمع كاريبي وأمريكا اللاتينية واتحاد شعوب أمريكا اللاتينية والسوق المشتركة في أمريكا اللاتينية. وأيضا سنسهم في أن تعمل هذه الآليات والهيكليات على الأرض الواقع أن تتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الوراثي وأن تتعاون بشأن السياسة الاقتصادية والتجارية والتعرفة والتقنيات. وبطبع روسيا ترحب بمشاركة العديد من مدن أمريكا اللاتينية والانضمام إلى بريكس إن كان ذلك كأعضاء كاملي الحقوق وشركاء على السواء. تعرفون أنا أبتعد عادة عن النص المكتوب، هذا ما سأقوله. لدينا معلومات مختلفة وفهم مختلف عما يجري في العديد من أمريكا اللاتينية، والقوى السياسية المختلفة تتعامل بشكل مختلف عن التكتلات التي سبق وتحدثت عنها هناك، بما في ذلك الانضمام لمجموعة بريكس. نحن نعرف كل ذلك، نعرف التحولات المختلفة في السياسة في عمل السياسة وخاصة في الأحداث السياسية المختلفة داخل البلدان تلك، لكن بكل ذلك نعرف التحولات المختلفة في السياسة في عمل السياسة وخاصة في الأحداث السياسية المختلفة داخل البلدان تلك، لكن بريكس هذه منظمة هي يعني ليست
اتحاد عسكري، انها مجرد منصة للتوافق في المواقف والخروج بقرارات مقبولة لدى الجميع، متأسسة على السيادة واستقلال واحترام البعض الآخر. وانا واثق ببساطة انها مهما البلدان الأحزاب السياسية في تلك البلدان التي انضمت او ستنضم او تريد العمل مع هذه المنظمات بما في ذلك مع بريكس، مهما جرى مهما حصل في المستويات السياسية والأحزاب، هذا سواء، الجميع عليهم سيكون عليهم أن يعولوا على فكر أفكار الناس والناخبين ورغبتهم. وفي كل بلدان أمريكا اللاتينية الشعوب تسعى إلى الحرية والاستقلال، وكل القوى السياسية والبلدان في أمريكا اللاتينية ستضطر للتعامل مع ذلك. ما يعني أنه وفقا للجوهر واستراتيجيا، فمن دون شك سنتعاون بما في ذلك حول المسائل التي المسائل الجوهرية في إطار مجموعة بريكس. لماذا أقول ذلك؟ لأن روسيا ستعمل على رئاسة مجموعة بريكس في الفترة اللاحقة، وسنقوم بكل ما يمكننا وسنبذل كل الجهود لكي تكون الأغالبية العالمية، لتشعر أنها ليس فقط أغالبية بالعدد من حيث سكان بلداننا، بل إنها الغالبية من حيث آفاق التنمية. فيما يتعلق بعلاقاتنا الخصوص مع بلدان أمريكا اللاتينية، سأتحدث عن بعض الأمور التي أعتبرها أولوية. هذه العلاقات قبل كل شيء لديها طابع الصداقة وبناءة ومتكافئ المصالح، تتأسس على الاحترام المتبادل للمصالح. التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا اللاتينية في السنوات الخمس الماضية ازداد بمقدار 25%، 2.3 أضعاف زاد التصدير الروسي فيما تحتاجه أمريكا اللاتينية كالقمح والأسمدة ومشتقات النفط والعديد من البضائع الضرورية حياتيا، وهذه أسواق تقليدية لدينا. التنمية اللاحقة للتبادل التجاري سيسهم فيه انتقال تبادل بالعملات المحلية، التجارة بالعملات المحلية والتعاون المالي والمصرفي، والعمل على تطوير سلاسل لوجستية جديدة. فيما يتعلق بالقطاع المالي، منذ فترة ليس ببعيدة جرى لدينا في بيتربورغ منتدى روسيا أفريقيا، والقادة الأفارقة قالوا من ضمن أمور عديدة أن الضغوط على إفريقيا، الضغط الائتماني أكثر من تريليون دولار. هذا أمر يصعب تصوره، التنمية الاقتصادية في تلك البلدان. لماذا أقول ذلك؟ قلت هذا لأن العلاقات الائتمانية المالية في العالم مبنية بشكل أنها تخدم استثنائيا المليار الذهبي في العالم، وهذا المليار الذهبي قادة أولئك الدول، دول المليار الذهبي، أنهم يقومون باستغلال كل بلدان العالم وسكان بلدان العالم، يستغلون وضعهم تقنيا وإخباريا وماليا. لقد أقاموا المؤسسات المالية الدولية والقوانين في هذه المؤسسات، أقاموها بطريقة تصب في نهاية المطاف فقط، أؤكد على ذلك. الأمور تبدو جميلة، ولكن في نهاية المطاف كل هذه المعايير تخدم فقط المليار الذهبي، ويجب أن نفكر في ذلك ماليا، نفكر في ذلك وخاصة في إطار المنظمات التي قمت على ذكرها في إطار بريكس. أنا واثق وأعرف. أعرف أن أيضا في التكتلات الاندماجية في أمريكا اللاتينية يبحثون هذه المسائل، هذه الالتزامات الائتمانية في الأسواق النامية المتشكلة هناك، هي تحمل ليس فقط طابع أمور ائتمانية فقط، بل هذا فقط طوق خانق،
هذا الأمر لا يجب أن يجب أن لا يكون، وبالتالي يجب أن نوحد الجهود، يجب أن نغير قواعد اللعبة في هذا الشأن الدولي. لدينا العديد من الأمور الاستثمارية والمشاريع التقنية الواعدة. أذكر أنه الآن مجرد أمثلة، في بوليفيا بمشاركة روسيا يتم تطوير مركز للدراسات النووية والتقنيات. في فنزويلا أيضا تتوسع أنشطة الشؤون الطبية. في كوبا هناك يجري بناء مصنع للتعدين. هذه مجرد أمثلة. علاقاتنا الصدوقة مع هذه البلدان تعكس أننا دائما سنأتي لمساعدة أمريكا اللاتينية، وسنمد يدهم لدى العون لهم تجاوز الكوارث وفي مكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف والجريمة المنظمة والتجار بالمخدرات. مع بلدان أمريكا اللاتينية هناك تعاون عال وخاصة في المجال الإنساني، وبهذا ينمو عدد البلدان التي لدينا معها نظام خارج من التأشيرات. 27 من البلدان في أمريكا اللاتينية لديها مع هذا النظام، وتبرز العديد من الإمكانات للتبادل العلمي وأيضا يزداد تدفق السائحين. في بلدنا الآن يدرس نحو 5000 طالب من أمريكا اللاتينية، والحصة السنوية لهم في جامعات والمعاهد الروسية ستنمو وتنمو في هذا العام. نقوم بتأهيل الكوادر المؤهلة بما في ذلك للمنظمات الأمنية. أيضا هناك تطور مشروعات مشتركة في مجال الطبابة ولتأمين السلامة من الأوبئة وإبانة كوفيد، جائحة كوفيد. بلدنا كان من أول البلد الأول الذي مد أمريكا اللاتينية باللقاحات وبالوسائل الطبية والشحنات الطبية والعقاقير الأخرى. شكرا لكم. وبالطبع لا أستطيع ألا أتحدث عن أنه يا أصدقائي، نعرف أنه في أمريكا اللاتينية يعيش نحو 300,000 من السكان السابقين في روسيا والاتحاد السوفيتي، وغالبيتهم اندمجوا في حياة تلك البلدان، وبعضهم ما زالوا يعيشون مع الجماعات الروسية ويحافظون على اللغة الروسية والثقافة الروسية. ونحن شاكرون لكم لممثلي البرلمانات، لأنكم أنتم من تمثلون مصالح ناخبيكم. أطلب أن تنقلوا كلمات الشكر هذه لأولئك الناس الذين تعملون معهم على أرض بلدانكم. نحن شاكرون للشركاء في أمريكا اللاتينية ومواطني أمريكا اللاتينية. إذن تابعنا جانبا من كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي روسيا وأمريكا اللاتينية، حيث أكد رئيس بوتين أن بلاده تسعى إلى عالم متعدد الأقطاب وفقا للعدالة والقانون الدولي بين جميع دول العالم. كما أكد أن روسيا تسعى إلى انضمام دول أمريكا اللاتينية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك حصولها على عضوية تجمع البريكس لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقلال بأمريكا اللاتينية. كما أكد بوتين خلال كلمته أن الغرب يستغل الدول النامية من خلال المؤسسات المالية الدولية لخدمة مصالح وخدمة ما أطلق عليه المليار الذهبي. وبالعودة حول انعقاد مجلس النواب الأمريكي ورئيسه كيفن مكارثي، المؤتمر الصحفي مع اقتراب إغلاق الحكومة الأمريكية في واشنطن، إذن باشرت الإدارة الأمريكية إبلاغ العاملين لديها بإغلاق وشيك لإرسال ملايين الموظفين إلى منازلهم مؤقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن الميزانية. وتعذر على الجمهوريين إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات لسنة المالية المقبلة، حيث طالب بعضهم بخفض كبير للإنفاق. الحكومة الفيدرالية الأمريكية باتت على شفا إغلاق محتمل في ظل عجز الجمهوريين عن إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة
التي تبدأ في الأول من أكتوبر، ما يضع أكبر اقتصاد في العالم على شفا أزمة جديدة بعد نجاته من تخلف سداد الديون قبل 4 أشهر. 20 عضواً من الجمهوريين في تيار اليمين المتشدد في الحزب يقفون أمام تمرير التشريع ويتمسكون بتنفيذ مطالبهم وإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي للسنة المالية 2024 المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي مع الرئيس جو بايدن في مايو الماضي. ومع اقتراب دخول البلاد حالة شلل الميزانية، بدأت الإدارة الأمريكية في إبلاغ العاملين لديها بإغلاق وشيك من شأنه مؤقتاً إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم أو خضوعهم لبطالة فنية، ما يعني أنه سيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية الإغلاق لتلقي رواتبهم بأثر رجعي، حتى لا تتأثر الأنشطة التي تندرج تحت مظلة الخدمات الأساسية والمرتبطة بالسلامة العامة. التصويت على الميزانية في الكونغرس عادة ما يتحول إلى مواجهة لانتزاع تنازلات من الخصم لآخر ثانية من الموعد المحدد، لذا يعول الأمريكيون على اتفاق اللحظة الأخيرة بين أعضاء مجلس النواب من ديمقراطيين وجمهوريين لتجنيب الولايات المتحدة خطر الإغلاق الحكومي الذي سيكون بمثابة ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي غير المستقر. ينضم إلينا من واشنطن جويل روبان نائب وزير خارجية أمريكا سابقا، أهلا بك ومرحبا معنا سيد جويل. أزمة تأتي بعد 4 أشهر فقط على تجنب واشنطن تخلف كارثي عن ديونها، هل يقف أكبر اقتصاد في العالم إزاء أزمة جديدة قد تعصف بهذا الاقتصاد المتعثر في هذه الظروف الاقتصادية الحالية؟ من دواعي سعادتي أن أكون معكم اليوم، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. بدون شك الاقتصاد الآن يواجه أزمة حقيقية إذا ما أغلقت الحكومة، وأيضا من المحتمل والمرجح بشكل كبير أن يتم إغلاق حكومي، حيث ما نراه ليس فقط إعاقة للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالإنفاق والتي تؤدي إلى البطء الاقتصادي، ولكن أيضا نرى أن هناك الكثير من الوكالات التي سوف تتأثر والتي تنظر إلى الولايات المتحدة والحكومة كأداة تمويل، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية بما يؤدي إلى مزيدا من ارتفاع في معدلات الفائدة والتي تعود أيضا على ارتفاع الأسعار بالسلب. هذا موقف سيء يواجه الاقتصاد الأمريكي وأيضا يمكن تجنبه، ولكن لسوء الحظ الجمهوريين في الكونغرس يكافحون من أجل تحقيق الإغلاق الحكومي. سيد جويل، مع استمرار الانقسام في الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يمكن التنبؤ بالمدة التي قد يستغرقها هذا الإغلاق هذه المرة؟ يمكن أن نتمنى في أفضل الأحوال أن خلال الأيام القادمة ربما يكون هناك اتفاق قصير المدى يحقق توافق وحلول مؤقتة الذي يؤدي إلى تصديق وتسريع على معدلات الإنفاق بشكل مؤقت، ويمكن الوصول إلى اتفاقية لمدى 6 أسابيع لتوفير الإنفاق الحكومي واستمراره، وما وقتا أطول للتفاوض والتحاور بشأن الحزمة
الإنفاق كاملة للعام المالي الجديد. للمشاهدين الذين لا يقولون لماذا لا نبدأ الآن، العام المالي في الحكومة الفيدرالية يبدأ يوم الأحد في أول أكتوبر، ولهذا نحن نقترب من بداية العام المالي الجديد بنهاية شهر سبتمبر، ولكن لا أعلم ما كم من الوقت تستمر، ولكن ربما يأخذ الوقت أسبوعا أو أسبوعين قبل الوصول إلى تلك الاتفاقية والنتائج المرغوبة. إذا وصل الأمر والحديث حول أسبوع أو أسبوعين سيد جويل، كيف يمكن ذلك أن يؤثر على الاقتصاد الأمريكي؟ تصنيف هذا الاقتصاد كما تعلم وكالة مودز للتصنيف الائتماني تقول إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر كثيرا بتصنيفها السيادي، هذا بعد شهر فقط من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة. كيف يمكن الحديث عن تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الأمريكي برمته؟ أعتقد أن أي إغلاق حكومي بالطبع لوقت طويل أو قصير ربما يفعل انخفاض في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتصنيف السيادي أيضا، لأنه يعتمد بناء على ذلك يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يمكن الاعتماد عليه. لقد كانت هناك الكثير من النقاشات على مدار الأربعة أشهر الماضية، وفيما يتعلق بالتساؤل هناك كثير من النقاشات بشأن سقف الدين، وأيضا سوف يتم تسوية الموازنة على مدار عامين، ونتمنى أن الاتفاق الكونغرس والموافقة الكونغرس سوف تنحي هذه الخلافات جانبا، ولكن ربما يتأثر بالطبع التصنيف الائتماني بالسلب، وسوف نرى أن هناك توقف في بعض مناحي الإنفاق، وخلال أيام لا نرى المشكلة، ولكن إذا ما استمر لوقت أطول سوف نرى تداعيات مباشرة على الشعب الأمريكي الذين يعتمدون على المساعدات الحكومية. ما هي أبرز القطاعات سيد جويل التي ستتضرر من هذا الإغلاق؟ يعني الحديث عن مئات من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتب في الوقت المناسب، في وقت يعاني فيه المواطن الأمريكي من تضخم وارتفاع في الأسعار. حسنا، هناك الكثير من الجوانب. على سبيل المثال في إحدى الأمور التي نتناولها بالفعل الخدمة العسكرية الأمريكية والرجال والنساء الذين يخدمون في الولايات المتحدة والقوات المسلحة لن يحصل على رواتبهم. بالإضافة إلى ذلك هناك بعض البرامج الحكومية التي تقدم الدعم والمساعدات إلى أرباب المنازل والعائلات، سوف يختفي هذا الدعم، وهذا يعني سوف يكون هناك كثير من المعاناة زيادة في حجم المعاناة الأسر، فبالتالي لا يمكن دفع مقابل الخدمات التي يحصلون عليها. بالإضافة إلى ذلك نفس الشيء على مدار وعلى مجال حماية وتأمين الحدود، لن يحصلوا حماة الحدود وحرس الحدود على مرتباتهم، وسوف يكون هناك انخفاض في الرواتب ربما تؤثر على البرامج الخاصة بحماية الحدود، فسوف تتأثر كثير من المناحي الحياة في الولايات المتحدة بسبب هذا الإغلاق المحتمل. كما تعلم في مثل هذه الأوقات سيد جويل يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها الخصم أحد الحزبين شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الآخر أو من الخصم. هل يمكن التعويل على هذه النقطة في هذه المرحلة أو في هذه المرة من التهديد بالإغلاق الحكومي؟ كما حدث في التاريخ الجمهوريين عانوا كثيرا على المنح السياسي، لأنهم هم الحزب الذي يؤدي دائما إلى الإغلاق الحكومي. في 1995 كان هناك إغلاق حكومي، وأيضا بسبب أحد قادة الحزب الجمهوري والذي أدى إلى إغلاق حكومي، وكان أيضا هناك تدمير كبير في كثير من النواحي الحياة في الولايات المتحدة، وأيضا حتى وصولا إلى عادة الانتخابات، فبالتالي هذا أمرا تاريخيا في الحياة السياسية للجمهوريين. كان هناك كثير من الأصوات هم يحبون هذه الأمور ويحبون هذه التداعيات، وأيضا يتلاعبون بهذه الأمور، وأيضا يستغلون بعض الأمور مثل حماية الحدود، ولكن الجمهوريين يشجعون أعضائهم للوصول إلى الإغلاق الحكومي بشكل غير مسؤول، فبالتالي
هناك دعما إلى الجمهوريين لهذه الشؤون، ولكن الدوافع الرئيسية هو الوصول إلى الإغلاق الحكومي، فبالتالي الناخبين الأمريكيين يستمرون في التصويت لهم. وهنا السؤال، كيف يمكن لهذه التداعيات أن تؤثر سلبا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصوصا وأنه يعتزم بالطبع الانتخاب لجولة جديدة أو الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024؟ ما هي الأثار السلبية على الرئيس الأمريكي الحالي؟ هذا سؤال في غاية الأهمية في المرحلة الحالية. ربما يساعد ذلك الجمهوريين إذا ما كان هناك حشد للأصوات والناخبين، وربما يكون له تأثير سلبي بالطبع على الطرف الآخر، حيث يؤثر على أصوات الناخبين في البلاد، حيث الكثير يتخذون قرارات من يصوتون له، والإغلاق الحكومي سوف يجعلهم ينتخبون أحد الأطراف دون الطرف الآخر. هذا كثير يؤدي لكثير من الخلافات على المستوى السياسي. سوف يدعم هذا الأمر جو بايدن، ولكنه لا يعود بالنفع على البلاد، لأنه سوف يدفع ثمن ذلك الشعب الأمريكي. لابد أن نتجنب هذه الأمور، ولكن الديمقراطيين لديهم الحنكة السياسية الأفضل، وبالتالي يمكن أن يعود بالنفع على جو بايدن. هل تتوقع إذن سيد جويل أن تذهب المصلحة في نهاية الأمر للديمقراطيين على حساب الجمهوريين، حتى وإن ربحت ورقة الجمهوريين في هذا التوقيت؟ نعم، أعتقد ذلك، وأعتقد أننا نرى خلال ما حدث في العام الماضي خلال الانتخابات النصفية، لقد رأينا الكثير من عمليات الانتخابات داخل البلاد التي تدعى بالانتخابات الخاصة على مستوى الولايات، وأيضا انتخاب أعضاء الكونغرس الذين بدلا من الذين تقاعدوا أو الذين توفوا، أو أيضا الكثير من الانتخابات. الديمقراطيين يفوزون بشكل كبير في هذه الانتخابات بكثير من الفوارق في النقاط، حيث أن المستقلين أيضا لديهم بعض الشواغل والتخوفات، فبالتالي يصوتون لصالح الديمقراطيين لحماية النساء وأيضا لحماية بعض المصالح الأمريكية. الديمقراطيين أيضا يعتنون بالمستقلين للحصول على دعمهم، وأعتقد أن هذه الدفعة سوف تستمر حتى وصولا إلى الانتخابات الرئاسية الجديدة. هناك سيد جويل مسألة شائكة تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف. حقيقة أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتفقان على ضرورة إعطاء كييف عدد من المساعدات الإضافية، ولكن هناك عدد من المتشددين في الحزب الجمهوري دائما ما يهددون بعرقلة هذه الخطوة. أين هذا الملف من كل هذه الصراعات في داخل الكونغرس الأمريكي؟ هذه هي نقطة تسبب إشكالية كبيرة في الحزب الجمهوري داخليا، حيث أن الغالبية صوتوا ضد أي مساعدات إضافية إلى أوكرانيا في الليلة الماضية، وأيضا أحد مشروعات القانون كانت تختص بالإنفاق. كافة الديمقراطيين يدعمون حزم الدعم الإضافي إلى أوكرانيا، فبالتالي هذه خلافات كبيرة وهناك اعتراضات كبيرة. عندما تعلق الأمر بالحزب الجمهوري يتحول إلى اتجاه مغاير، وأيضا دونالد ترامب يؤكد على هذه النقطة للحصول على المزيد من الأصوات، وربما نرى أن كثير من الجمهوريين سوف يدعمون الدعم إلى أوكرانيا في العام القادم، لأن يعتبر دعما في الاتجاه المخالف. أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن الأستاذ جويل روبن نائب وزير خارجية أمريكا سابقا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل لنهاية هذه الساعة الإخبارية. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك إكس إنستغرام ويوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 أفقي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.